يوم 38 لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، ومن بين تطوراتها الميدانية أكدت المخابرات العسكرية البريطانية أن الجيش الأوكراني يواصل التقدم ضد قوات روسيا المنسحبة من محيط العاصمة كييف. وأفادت تقارير أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة كييف، والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية. أما في شرق أوكرانيا، فتمكنت القوات الأوكرانية من تأمين طريق رئيس في شرق خاركيف بعد قتال عنيف مع القوات الروسية. وأعلنت روسيا استهداف مطارات عسكرية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبرو بيتروفسك الأوكرانيتين باستخدامها صواريخ عالية الدقة. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.